لجنة موروثة، تمام؟ بيحصل فيه تجديد في بعض الحاجات، ما بنفضلش ان احنا ماشيين على سيستم معين، لا لازم بنجدد في شغلنا، في منتجاتنا. التمويل بتاعنا لا كان تمويل من العائلة، يعني ما فيش من حكومة ولا حاجة. بنحاول ان احنا نطور على قد ما في وسعنا، يعني بحيث ان التورست لما ينزل مصر يلاقي حاجة مصرية 100%، لان هو ده المطلوب. طبعا الزبون بيجي من خارج بيبقى عايز منتج مصري، مش عايز يجي هنا يشوف منتج صيني، مش عايز حاجة من روح مصر، لان الهاند ميد في مصر قل جدا. وبالنسبة لشغلي ده بيبقى كله الخامات بتاعته بتبقى كلها نحاس، برضو بيبقى فيه شغل خشب، برضو الشغل الخشب برضو بيبقى شغل هاند ميد برضو خالص.